مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ورحب بكم في حلقه جديده من ملفات. ما زال شبح فيروس كورونا يخيم على الاحداث سواء عالميه او محليه. ففي مصر، وفي ضوء الاجراءات الاحترازيه للوقايه من الفيروس، وافق مجلس الوزراء على استكمال تدريس المناهج الدراسيه بنظام التعليم عن بعد حتى نهايه الفصل الدراسي الاول، وتاجيل الامتحانات لما بعد اجازه نصف العام. وسيتم تلقي التعليم من خلال منصات التعليم الإلكترونية لكافة مراحل التعليم، وأيضا الجامعات الحكومية والخاصة، وأيضا الجامعات الأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة. جاءت تلك القرارات حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات. للحديث عن تلك القرارات والتي تهم كل الأسر المصرية، سعيدنا أن يكون معي في هذه الحلقة من البرنامج الكاتب الصحفي ضيف الكريم الأستاذ محمد الشرقاوي، مسؤول ملف التعليم بروزا اليوسف. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب، وسعداء بوجود حضرتك معنا. تحياتي. وإن شاء الله كده سنة سعيدة علينا جميعا بإذن الله. نتمناها طبعا سنة سعيدة على الجميع، وما نشوفش كورونا فيها رغم أنها بدأت صعبة جدا، لكن كل أملنا وطموحاتنا أن ربنا يعني يزيل هذه الغمة على الشعب المصري وعلى العالم أجمع. أمين إن شاء الله. أستاذ محمد، هستأذن حضرتك هنفتح ملفنا النهاردة ولكن بعد هذا التقرير. في إطار حرص الدولة على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع مراعاة صحة وسلامة المنتسبين كافة إلى العملية التعليمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ومنها تغيير الخريطة الزمنية باستكمال تدريس المناهج الدراسية للعام الدراسي 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل الامتحانات كافة التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام. وقد افتتحت وزارة التربية والتعليم منصات للتواصل بين الطلاب والمعلمين، أهمها القنوات التعليمية ومنصة ذاكر وقناة مدرستنا ومنصة إدمودو، وكذلك للمرحلة الثانوية حيث توجد أجهزة تابلت وشرائح للدخول على النت، وذلك من منطلق حرص الدولة على استكمال المنظومة التعليمية بدون إصابات في ظل ظروف هذه الجائحة. مرة تانية أعزائي المشاهدين مع ضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشرقاوي، مسؤول ملف التعليم بروزا اليوسف. أستاذ محمد، يعني تلك القرارات أهميتها بالنسبة لمراحل التعليم الأولية يا فندم، لو بدأنا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية. خلينا نقول خلفية القرار. خلفية القرار، ليس من المعقول أن رئيس دولة في ولايته التانية نادى بإعلاء القيمة الصحية للمواطنين هيسيب المواطنين المصريين يفتكهم فيروس كورونا. وليس من الهين على نفس الرئيس ودولته اللي أعلى برضك في ولايته التانية مفهوم التعليم من ضمن أولوياته كبناء للإنسان المصري، إن هو يغلق بالضبة والمفتاح كل المؤسسات التعليمية. مصر لجأت إلى فكرة المصطلح المفروض يتحط في الحياة هو توقف الحضور بالمدارس وليس توقف المدرسة أو تأجيلها. توقف الحضور بالمدارس مع تأجيل امتحانات الصف الدراسي الأول. طيب، الحكومة اتخذت هذا القرار ليه؟ حرصا على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية. الطلاب والمشاركين في العملية التعليمية سواء في التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، بتتكلم تقريبا كان هتبدأ امتحاناتهم في 23 يناير وهتنتهي في 5 فبراير، كان 30 مليون واحد هيشاركوا في الفترة من 23 ل 5 فبراير، تقريبا تلت الشعب المصري. تلت الشعب المصري تلت الشعب المصري دول كنا هنخليهم فريسة وعرضة طبعا لكورونا، فريسة
انتشار الفيروس داخل المجتمع المصري، فجت القيادة السياسية بتحنو أخيرا على أولياء الأمور اللي كانوا متوترين من عقد هذه الامتحانات. الطلاب كان عندهم توتر، المشاركين في العملية التعليمية سواء مدرسين أو إداريين في التعليم قبل الجامعي أو أعضاء هيئة التدريس في التعليم الجامعي، لقوا من يحنو عليهم في فترة كان فيها الفيروس على مستوى العالم بيزداد خطورته على كل دول العالم تقريبا. وبالتالي كانت فكرة الدولة المصرية ان احنا نحافظ على السلامة الصحية للتلاميذ والمشاركين في العمليات التعليمية، بالاضافة ان انا استمر في العملية التعليمية. اللي احنا عملنا ايه النهاردة؟ قلنا اللفظ الصحيح توقف الحضور بالمدارس، يعني اذا معنى ذلك ان في استمرار للدراسة. أدا أول نقطة. النقطة الثانية، منعتك من التجمعات اللي كانت هتمثل بؤرة لانتشار الفيروس، بحميك من هذه التجمعات، بحمي صحتك عشان ما يبقاش في خطورة على التلميذ أو المشارك في العملية التعليمية، اللي هو مجرد ما هيروح بيته هينقل ده لأسرته، فتفاجأ أن تلت الشعب المصري عندهم أزمة في انتشار فيروس كورونا نتيجة التجمعات الامتحانية، وأصبح المجتمع كله من خلالهم، لأنه هيسيب الأب والأم والإخوات اللي موجودين داخل البيت، هتلاقي المجتمع كله والحالات بتزداد، مع ان الرعاية الصحية في مصر لا تستوعب هذا الكم الكبير من الإصابات. في لحظة ما اي دولة في العالم حتى امريكا بكل ما تمتلكه من اقتصاديات وامكانيات صحية بتيجي عند مرحلة من الإصابات وتقولك هيحصل عندي انهيار، عند لما يبقى عندي مثلا مليون إصابة هيحصل عندي انهيار في المنظومة الصحية بتاعتنا. فهبالك بالمنظومة الصحية في مصر اللي بدأت تتعافى بعض الشيء، لكن عاشت هذه الفترة تحت وطأة كورونا. فكل ده كان مجموعة من الحسابات بتضعها الحكومة المصرية والقيادة السياسية عشان ننجي هذا الشعب من خطورة هذا الفيروس. نعم، الإجراءات اللي اتخذتها للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور بالنسبة لوجودهم دلوقتي، حضرتك ذكرت إن هناك عدم حضور ولكن العملية التعليمية مستمرة، وزارة التربية والتعليم قامت ببعض الإجراءات يا أستاذ محمد على أساس هنا تيسر وتسهل تلقي المواد العلمية عن طريق العديد من القنوات ومنصات والمنصات الإلكترونية، يعني في كذا اتجاه للتيسير على الأسرة المصرية والدارسين. ده حقيقة، بس خلينا نتفق ان من اول ما حصلت أزمة كورونا في مارس المنصرم من العام المنقضي، اليونسكو ذات نفسها بصفتها منظمة دولية ومنظمة عالمية مهتمة بالتربية والتعليم، خبط كل دول العالم بخطورة فكرة ان الدراسة تتوقف في العالم بأجمعه، وبالتالي ده هيأثر على استمرار التحصيل الدراسي على مستوى العالم. وبالفعل في دول أغلقت تماما كل مؤسساتها التعليمية نظرا لأن الفيروس فتك بكثير من شعوبها. اليونسكو حتى نشدت الدول ان هي تعمل منصات وتعتمد على الشبكة العنكبوتية الفسيحة من أجل عمل منصات وتطبيقات تساعد الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين على استمرار العملية التعليمية. كتير بيقول لك هو استمرار العملية التعليمية دي يعني ما نقفل، إيه المشكلة نقفل سنة؟ ده قفل سنة ده بيمثل خطورة أولا على الطالب، خطورة على المجتمع، الشباب ما عادش بيروحوا المدرسة ولا عندهم هم غير الخروج. وانت خبرك احنا لما بنقفل بالفعل كشعب مصري بالفعل ما بنقعدش في بيتنا، لا احنا لا بنعتبر مع الأسف بنعتبر ده مجال اذا كنا عنا في سلبية أجالة. كبيرة في سلبية كبيرة جدا في هذا الإطار، وبالتالي في خطورة عن توقف الدراسة، حتى خطورة على الحالة الاقتصادية بتاع الأسرة. خبرك لما النهاردة بتقفل الدراسة ولي الأمر أو رب الأسرة النهاردة كان عنده أبناء صغار في أولى وتانية وثالثة ابتدائي مثلا، كان زمان بيروح شغله ومعتمد أن أولاده فين؟ في المدرسة، النهاردة بيفكر هعمل إيه مع الأولاد. فتلاقي ربة المنزل كانت شغالة بتعتذر عن الاستمرار في العمل، وده بيأثر على الحالة الاقتصادية للأسر المصرية. يعني في ناس كتيرة ما تاخدش بالها ان غلق الدراسة ده بيسبب أزمات عبء على الدولة وعلى مؤسساتها، ما فيش شك، وعبء على الأسرة المصرية ذات نفسها. فاهمني ازاي؟ بيمثل خطورة اجتماعية على الشباب. النهاردة الشباب خلاص ما عندوش حاجة، لا بيذاكر ولا بيعمل أي حاجة، فممكن السرقة والتواجد في طرقات والشوارع، يعني عايز أقول لك بتأثر على اندفاع الشباب
بالظبط كده. انا حاجه لو قلت لحضرتك الحاله النفسيه طبقا حتى لبتوع الصحه النفسيه يقول لك اللي بيحصل له عمليه عزل ويتقفل بيحصل له حاله نفسيه غير طبيعيه، وبالتالي حتى فكره قفل المدارس والناس تقعد في بيوتها لها تاثير نفسي على الطلبه وعلى اولياء الامور. الفكره في مجملها ان الدوله المصريه استثمرت بقى لها فتره في فكره البنيه التكنولوجيه من خلال وزاره الاتصالات، وده باين وواضح من خلال ان الحكومه بدات تتوجه الى الرقمنه والخدمات المرقمنه في خدماتها الحكوميه. وبالتالي انا كان قبل كورونا عندي بنيه تحتيه معقوله بتسعى ليها الدوله عشان تعمل خدمات رقميه وتتحول الى الاقتصاد الرقمي. لما جت كورونا وانا عندي بنيه تكنولوجيه تحتيه اصبحت بعض الشيء ميسر لوزيري التربيه والتعليم والتعليم العالي عشان يعتمدوا على هذه البنيه التكنولوجيه التحتيه من اجل عمل منصه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا خلاك الوزاره دي بتقوم بدور جبار جدا طبعا مفيش في هذه الدوله. فاهمني ازاي؟ لولا وزاره الاتصالات ما كانش النهارده هيبقى عندي وسائل تعليميه بديله للحضور في المدارس. لولا وزاره الاتصالات مش هيبقى عندي مدن ذكيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه ومنها العاصمه الاداريه. لولا وزاره الاتصالات مش هيكون عندي الخدمات اللي النهارده الحكومه بتقدمها للمواطنين وهم قاعدين في بيتهم، عايز تطلع رخصه العربيه من خلال ابلكيشن على النت، عايز تطلع حاجه من الشهر العقاري عندنا ابلكيشن. يعني عايز اقول لحضرتك احنا النهارده بدانا حوالي 73 خدمة وانت قاعد في بيتك بتعملها النهاردة. ده حتى من شأنه ان انت بتبعد التزاحم بالفعل والتجمعات بالفعل، وبتوفر من الوقت وبتوصل الامور للمواطنين وبتحد من الفساد لما كان مقدم الخدمة بيلتقي مع طالب الخدمة. فالنهاردة انا عايز اقول لك يعني وزارة الاتصالات دي عمود فقري مهم جدا للحكومة المصرية. النقطة اللي عايز أأكد حضرتك عليها مرة تانية ان احنا لما فكرنا في وجود أزرع تعليمية جديدة لا بديل عنها اللي هي المنصات والتطبيقات الإلكترونية من خلال التابلت أو من خلال الموبايل أبليكيشن أو كل ده من شأنه يسر على الدولة فكرة ان انا وقت ما هلاقي الفيروس منتشر ومتخوف من إصابة الطلاب أو المجتمع به أنا هقفل عاد المدارس وهكمل التعليم أونلاين أو من خلال المنازل. هي دي الأزرع الحقيقية اللي قدرت تخلي الدولة النهاردة تواجه كورونا، وبالعكس ممكن يعني نكسب كمان كورونا بأن احنا بهذه المنصات التعليمية. نعم. طيب لو بدأنا بالمراحل بقى يا أستاذ محمد، الوزارة قسمتها إزاي؟ لو بدأنا بالمرحلة الابتدائية، إيه الوسائل والسبل اللي هو مثلا التلميذ من أولى ابتدائي لستة ابتدائي متوفر له من قبل وزارة التربية والتعليم؟ بص حضرتك احنا هنقول عشان برضو في أسر بتتابعنا. طبعا احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ان احنا عندنا الطلبة من كي جي 1 وكي جي 2 والصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي والصف الثالث الابتدائي، دول كده كده ما عندهمش امتحانات حتى لو ما فيش كورونا. تقييم معلم مش أكتر من كده. تقييم معلم، تقييم معلم سواء مدارس خاصة حكومية أهلية كله تقييم معلم. وحتى لو في مدارس خاصة بتجري امتحانات للشريحة دي من الطلبة مش امتحانات رسوب ونجاح، امتحانات لتقييم مستوى الطالب وامداد ولي الامر بتقييمات ابنه بالظبط، ان هو ممتاز جيد جيد جدا ضعيف كده يعني بالظبط. الشريحة اللي انا بقول لحضرتك عليها دي كده كده كان وجهه نظر وزاره التربيه والتعليم ومن الناحيه التربويه دول لسه اولاد صغيرين، مش عايز اثقلهم بفكره الامتحانات، لكن انا عاوز اثقلهم بفكره ان المدرسه للتعليم والتربيه والترفيه بالفعل والحاجات دي اللي هو يكسر حاجز زمان احنا لما كنا يعني مش عايزين اللي هو ايه ان تبقى رحتي للمدرسه فيها ناحيه سلبيه نفسيه من بالظبط كده. يعني كان جزء منها متعلق ان المدرسه مش ما يبقاش عبء على التلميذ بمقدار ما هو رايح المدرسه عنده انفتاح على دخول المدرسه بالظبط ومبسوط ومرتاح نفسيا وعنده ادوات وحيلتقي بزملائه واخر السنه ما عندوش عبء ذاكر، لانه لسه انت بتتكلم حضرتك على من 4 سنين لسبع سنين. نعم. لسه صغير. الشريحه بقى اللي هي من رابعه ابتدائي لحد الصف الثاني الاعدادي، ده عملنا لهم مجموعه من المنصات الالكترونيه من رابعه ابتدائي لثانيه اعدادي عملنا لهم مجموعه من المنصات الالكترونيه زي ذاكر زي اودومودو زي البث المباشر، بالاضافه لفكره ان احنا
المجتمع كتير كان بيناشد ان من الممكن ان يكون فئات وشرائح من المجتمع ما عندهاش انترنت لا تتوفر عندها خدمة الانترنت او والدها يعني رجل غير قادر على توفير خدمة الانترنت بمقابل معين ممكن تكون متوفرة عند جارنا عند في نفس الشارع في نفس القرية في نفس النجع في نفس المدينة لكن انا كولي امر عاجز عن ان انا اشحن النت كل شهر بمقدار قد كده وبالتالي الدولة فكرت نعمل ايه للناس دي كمان اضافة عملنا حاجة اسمها مدرستنا واحد مدرستنا واحد دي قنوات تلفزيونية بتبث من خلال الدش او القناة الارضية ناس تقولك ما ممكن ناس ما عندهاش دش طب عملنا مدرستنا واحد على الترددات الأرضية ما احنا أتحناها لكافة الطلاب اللي عنده أرضي أهلا وسهلا عنده دش أهلا وسهلا اللي عنده الاثنين وعنده نت معنا كمان فكرة المنصات الإلكترونية كل ده الدولة كانت يعني من كي جوال لتالتة يا باشا تالتة ابتدائي ما لهمش قنوات ليهم منصات ليهم لا عمل لهم يعني مؤخرا عمل لهم مجموعة من المنصات تتماشى مع فكرة الشريحة العمرية الصغيرة يعني دروس تفاعلية فيها حركة فيها أنيميشن تتماشى مع فكرة الطلبة عشان حببه ان هو يقعد قدام اللابتوب او الموبايل يبقى مستمتع اللي بيشوفوا من خلال هذه المنصات منصات بنسميها منصات تفاعلية الباقيين دول بقى قنوات أرضية وفضائية أنا أرضية وفضائية ومنصات إلكترونية نعم فيها بقى منصات بتبث الحصص بتاع الطلبة وحتى وزارة التربية والتعليم كل أسبوع بتقوم رايحة نشرة من خلال موقعها وتبعت ده للمدارس والمديريات جدول الحصص اللي هيتم القائه سواء من خلال منصات الإلكترونية أو من خلال مدرستنا واحد أو مدرستنا اثنين يعني عايز أقول لحضرتك إن هي يعني مجموعة متكاملة من الخدمات أستاذة أمال كمان مخرجة البرنامج بتقول لي دلوقتي على الإربيس إن احنا هننزل ده اللي بتقوله حضرتك اللينكات بتاعة المنصات والقنوات هتنزلها مهمة جدا على الشاشة احنا بننوه دايما يعني عندنا في التلفزيون المصري بننوه دايما على الحاجات دي لان زي ما حضرتك بتقول احنا بنخدم فوق 30 مليون شخص يعني حتى نزولها على الشاشة بيساعد حتى اولياء الامور اللي مش عارف انا هعمل ايه بيبص على الشاشة يعرف اللي هو يخش على اللينك ده اللينك ده بيفتح له 1 2 3 وعندها طبعا بنك المعرفة بما يحمله من يعني مناهج كثيرة جدا وابحاث كثيرة جدا وده برضك مهمة بالنسبة للطلاب واولياء الامور الشريحة بقى اللي هي اولى وتانية وتالتة ثانوي ومعهم تالتة اعدادي ده برضك الوزارة عملت لهم حاجة اسمها مدرستنا اتنين زي بالظبط مدرسة من الرابعة لتانية اعدادي مدرستنا واحد ومن تالتة اعدادي لتالتة ثانوي عملنا لهم فكرة برضك مدرستنا برضك عشان يتم من خلالها القاء والدروس والحصص بالنسبة لهذه الشريحة العمرية من الطلاب بالإضافة بقى إلى بنك المعرفة متاح ليهم منصة دومودو ذاكر عندك حصص مصر ودي برضك أبليكيشن أو منصة بتشرح فيها كل الحصص اللي هي للطلبة في الشريحة دي خلاصة الكلام إن احنا كدولة استطعنا من خلال البنية التكنولوجية اللي ساعدتنا فيها وزارة الاتصالات وساعدنا الرئيس من أول ما جه في ولايته التانية بفكرة عالم الرقمنة والدخول إلى الاقتصاد الرقمي فإن احنا النهاردة نقدر نواجه فيروس كورونا بمنصات تعليمية وقنوات تلفزيونية تؤدي وتستطيع الدولة من خلالها إن هي تستمر في العملية الدراسية رغم أنف ووطأة كورونا على المجتمع والعالم كله عايز أقول لحضرتك إن في دول يعني عربية اقتصادها يفوق اقتصادنا لكن هم لما قرروا يقفلوا العمليات التعليمية أغلقوها تماما بالضبة والمفتاح احنا كدولة عشان هو مشروع بالنسبة لمصر بالنسبة للرئيس وبالنسبة للوزيرين التعليم مش مجرد خدمة بتقدم في الدولة المصرية النهاردة أصبح مشروع وحلم احنا عارفين ان هو ده طوق النجاة للأجيال القادمة وطوق النجاة لمصر احنا يبقى عندنا تعليم مواكب لما يتم في مختلف أنحاء العالم حاليا وبالتالي عشان ده مشروع ودايما المشروع احنا بنستنى نتيجته طبعا حتى اللي بيعمل مشروع عادي مستني قدين بالظبط كده عشان يقدر يقيم هو مشروعه ده كويس ولا لا عليه اقبال ولا لا نفس الحكايه الدوله المصريه بتعتبر ما يحدث في العمليه التعليميه
اللي هي غيرناها رأسا على عقب دلوقتي منتظرة بفارغ الصبر تشوف النتيجة بتاعتها عاملة ازاي، وبالتالي حريصة جدا على عدم غلق المؤسسات التعليمية، بل بالعكس استمرار الدراسة بأزرع تعليمية ووسائل تعليمية مختلفة. طيب أستاذ محمد هندخل في فاصل معانا حضرتك يا فندم ونرجع مرة تانية نستكمل عشان ننتقل لمرحلة تعليمية أخرى وهو التعليم الفني والتعليم الأزهري والتعليم الدولي. مرة تانية أعزائي المشاهدين وضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشرقاوي مسؤول ملف التعليم بروزا اليوسف. أستاذ محمد قبل ما ندخل بقى على التعليم الفني والأزهري والتعليم الدولي يا فندم، وضع المعلم بقى هيكون ايه يا فندم؟ هو كتير طبعا بيقول طب انتوا اديتوا للطلبه اجازه طب احنا هنروح نقعد في المدرسه نعمل ايه؟ بس طبعا هي فكره ان انا اغيب خالص من المدرسه دي او من الاداره التعليميه حاجه طبعا لا يقبلها اي منطق اداري، لكن بنقول ان القرارات بتاع وزاره التربيه والتعليم واضحه وصريحه في هذا الشان. المعلمين المواد بتاعتهم ما تستدعيش وجوده في المدرسه، زي النهارده الصحافه هيقعد يعمل ايه في المدرسه؟ بتاع النشاط التربيه الرياضيه هيقعد يعمل المجالات المختلفه اللي المجالات اتفضل خليك في بيتك عشان نمنع من التجمعات الكتيرة داخل المدارس وقدم مهامك من منزلك. إنها باقي المواد اللي هي أساسية بالنسبة للطلبة هيتم فيها عمل تناوب ما بين المعلمين يوم أو يومين في الأسبوع طبقا لرؤية مدير المدرسة والإدارة التعليمية، وتخفيف برضو الوجود المدرسين عشان يخفف. كان المفروض هو يومين بيبقى متواجد في المدرسة، احنا النهاردة عملنا تناوب ما بين المعلمين يجي يوم أو اثنين في الأسبوع طبقا لرؤية مدير المدرسة والتنسيق مع المعلمين داخل مدرسة. طيب لو عندنا معلم من المعلمين عنده كورونا بتقدم ان انت عندك كورونا وبتاخد اجازه استثنائيه ما فيش مشكله، طيب اللي هي الحامل بتاخد برضك اجازه طول فتره سريان قرار رئيس الوزراء، طيب اللي عندهم امراض مزمنه من الساده المعلمين او الاداريين برضك بيتم تطبيق عليهم القرار ان هم بياخدوا اجازه طول ما قرار رئيس الوزراء ساري، طب اللي هي عندها طفل اقل من 12 سنه برضك بتاخد اجازه استثنائيه طول فتره سريان القرار بتاع رئيس الوزراء. ده ما يخص المعلمين، عشان كده دايما المعلمين عندهم لبس، الناس اللي عندها لبس احنا وضحنا لهم كده الموضوع هيمشي ازاي بالنسبه لهم. تمام، وفي مفاجاه حضرتك قلت لي عليها في الفاصل طبعا هتسعد المعلمين والشريحه شريحه المعلمين في المجتمع المصري طبعا بقرار من سياده الرئيس، تقول لنا عليه يا استاذ محمد. بص حضرتك الموضوع باختصار ان الرئيس جاء في 9 الماضي وفي احدى الافتتاحات في محافظه الاسكندريه وجه الحكومه ووجه وزير التربيه والتعليم باعاده النظر في رواتب المعلمين، وبالفعل بعد 35 يوم بالظبط، وكان اعتقد يوم 24 اكتوبر، بعد 35 يوم اجتمعت الحكومه واعلنت على الراي العام ان في زيادات للمعلمين هيتم تطبيقها من يناير اللي احنا فيه. وعايز ابشر المعلمين ان طبعا مش هيتم الزياده دي الا بموافقه، لانه مشروع قانون لازم يخش البرلمان مجلس النواب. نعم. مجلس النواب الانعقاد الاول بتاعه هيبقى من 10 ل15 تقريبا، وعايز اقول لحضرتك ان الحكومه تقريبا هيكون اول مشروع يقدم للبرلمان لسرعه الموافقه عليه وانجازه هو المعلمين بالنسبه للملف المعلمين عشان
يتم الزيادة من يناير، وطبعا دي مسؤولية وزير المالية دلوقتي، فاحنا بنبشر في تدبير المعارف. تدبير طبعا الموارد تقريبا هياخد حوالي 6 مليار وشوية أعباء على الموازنة بتاع الدولة. لكن خلينا أقول لحضرتك الزيادات يعني تقريبا من 375 ل 480 جنيه لكل معلم أو مدير مدرسة أو خلافه، زيادات ربما يراها المعلم يعني مش ضخمة، لكن أنا أحطها في النطاق الطبيعي بتاع زيادات معقولة يجب على الحكومة والقيادة السياسية أن تتبعها بزيادات أخرى من أجل تحسين الحياة الاقتصادية للمعلمين. طيب هنطلع فاصل ونرجع لحضرتك تاني يا أستاذ محمد نشوف هذا التقرير. التوجيه الرئاسي بإجراء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي عن بعد واستكمال الدراسة من المنزل وتعليق الامتحانات لما بعد أجازة نصف العام يأتي كإجراء وقائي يسعى إلى حماية صحة التلاميذ والطلاب ويحد من انتشار وباء كورونا في موجته الثانية. بقدر أحافظ على حياة الناس، يعني حياة الناس، حياة أولادنا في الجامعات وفي المدارس، انا بحاول يعني بقدر الامكان اقلل الضرر الصحي عليه، لان ده خلي بالك دي تعتبر منظور اخلاقي عالمي، نظام المورال، نظام الاخلاق. انت النهارده بتبحث في انت مش قاعد لوحدك هنا، انت قاعد في عالم 159 دوله، كل الدول العالم بتاخد هذه الاحتياطات في ادارات الازمه اللي احنا بنعاني منها طوال العامين الماضيين بسبب جائحه كورونا. التعليم عن بعد حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول يعد حلا بديلا عن التعليم داخل الفصل الدراسي من أجل استكمال المناهج المقررة. دور وزارة التربية والتعليم دور إيجابي قوي جدا مع الدكتور طارق شوقي الرجل الذي لا ينام، مع التلفزيون المصري ومن زمان وهو يرعى الطلابي بوجود قناة تعليمية بالاتفاق بينهم الاثنين وبالتنسيق بينهم الاثنين في توفير بنية أساسية للتعليم وجد منصة من خلال الوزارة وإيجاد وسائل تواصل، وكيفية إدارة الدكتور طارق شوقي للأزمة نفسها تدرس. وستعمل الجهات المعنية على إطلاع أولياء الأمور وجميع المصريين بكافة المستجدات المتعلقة بهذه الظروف الاستثنائية عبر جميع القنوات المتاحة لديها. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وضيف الكريم الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشرقاوي مسؤول ملف التعليم بروزا اليوسف. استاذ محمد قبل ما ننتقل بقى للتعليم العالي نستكمل في الحديث عن التعليم الفني والازهري والتعليم الدولي يا فندم. هل في قرارات مختلفه بالنسبه للشرائح دي ولا هي نفس القرارات؟ توقف الحضور داخل المدارس والتعليم الازهري بالتنسيق مع الازهر مثلا، نفس الحكايه. التعليم الفني بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم ووزير التعليم للتعليم الفني، وعندك الدولي نفس كل حضرتك. ما فيش حد بدءا من اليوم او بدءا من الامس هيخش المدارس خالص لحد 20 فبراير القادم. ده قرار بيعم على المدارس الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والحكومية، وبيطبق على الدولي وبيطبق على الخاص وبيطبق على الأزهر الشريف وبيطبق على طلاب التعليم الفني. لكن لما اجي اتكلم على التعليم الفني أنا عايز برضك عشان ندي لكل واحد حقه يعني بصراحة، فكرة التعليم الفني في مصر النهاردة أصبح تعليم مختلف. فكرة أن الدولة بدأت تتوجه إلى عمل مدارس تطبيقية ما يحتاجه السوق. هو ده اللي احنا كنا دايما بنفتقد. خلينا احنا طلعوا ما نقول ايه اللي في التعليم الفني، 7 صنايع والبخت ضايع. بالظبط. التعليم الفني بيخرج ناس تقف في طابور البطاله تاني. بالزبط. بيخرج ناس ما عندهاش كان كم دلوقتي كيف دلوقتي عاد كيف. النهارده لازم نعطي للوزير التربية والتعليم في هذه الجزئية ولنائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد حقه في إعادة النظر مرة تانية فيما يدرس في التعليم الفني، فعملوا حاجة اسمها المدارس التكنولوجية التطبيقية وربطها بسوق العمل. فحد يقول لك يعني إيه ربط التعليم بسوق العمل؟ أدي لحضرتك مثلا مثال. إحنا النهاردة
عندنا عملنا مدرسة للحلي والمجوهرات. النهاردة احنا كمصر طول عمرنا ما عندنا أسطوات في المهنة بالفعل. لكن ما عندناش بنشوف الكلام ده كله في المناطق الشعبية زي خان الخليلي والمناطق دي. أسطوات علموا نفسهم من أسطى لأسطى لأسطى. إنما النهاردة احنا بنفكر نعمل أسطوات بتعليم بعلم بقى. بعلم. وهنا هو ده المختلف. بجانب الخبرة اللي موجودة. والتاريخ اللي موجود. بالضبط كده. حتى ان مصر لو احنا جينا قعدنا الذكاء شوية عندنا منجم السكري وغيرنا قانون متشعب. وعندنا برضو انا برضو قريت عن مدرسة الصيد تقريبا في مدرسة اسمها مدرسة الصيد. ايه بالضبط. دي برضو من ضمن المدارس اللي موجودة. ده متخصص بيطلع في لا احكي لحضرتك. انا عندي النهاردة الدولة بتبحث عن التنقيب عن الذهب. والنهاردة كمان عندي مجموعة من المناجم اللي بتطلع لنا الذهب. وغيرنا كمان قوانين وتشريعات في الثروة التعدينية عشان أشجع المستثمرين سواء أجانب أو مصريين عن التنقيب في الذهب. بالإضافة أن الذهب في بعض الدول بيمثل معادلة مهمة جدا كقطاع في الناتج المحلي لهذه الدول. عندنا زي الصين، عندنا زي لبنان بيعتمدوا في ناتجهم المحلي وفي التسويق المحلي والعالمي على صناعة الذهب والحلي. النهاردة بدأنا نفكر في عمل مدرسة بإمكانيات ومعدات تساعد الطلبة النهاردة أنها خرج أسطى لكن متعلم تعليم حقيقي. النهاردة بتكلم مثلا على مدرسة العربي التطبيقية التكنولوجية. الطلبة اللي بتخش فيها النهاردة بتتعلم كهرباء وتبريد وتكييف. لو هو بيتعلم حضرتك بيروح يتدرب في شركة العربي وبعد ما يخلص هيشتغل في الشركة. والشركة العربي هي اللي أقامت الشراكة ما بين الشركة وما بين وزارة التربية والتعليم. عند فكرة المدارس المتعلقة بالزراعة، مدرسة الصلاحية التطبيقية التكنولوجية دي مدرسة عشان تطلع أيدي ماهرة في الزراعة والري، تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الداجني والحيواني. احنا تأكيدا لكلام حضرتك يا أستاذ محمد، ده اتكلمنا عن دولة زي ألمانيا وهي قاطرة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، هي تقود 26 دولة بعد خروج طبعا وألمانيا 27 بعد خروج إنجلترا. ألمانيا 65% من تعليمها معتمد على التعليم الفني. واحنا خدنا الجزئية دي من ألمانيا وبدأنا نطبقها في مصر. احنا خدنا جزئية التعليم الياباني وانتظامه في التعليم قبل الجامعي فعملنا منه جزء. عندنا حاجة اسمها المدارس اليابانية النهاردة. خدنا من التعليم الفني، والرئيس لما راح ألمانيا وشاف التجربة كلم فيها الوزراء احنا عايزين نطبق التجربة الألمانية عندنا في مصر. فأنا نفكر في فكرة ربط التعليم الفني بالسوق العمل. ومش بس كده، الطلبة دي وهي في المدرسة لك أن تتخيل بتاخد مرتب شهري هايل كمان. يعني ده تحفيز بقى، تحفيز لأنهم هما بيروحوا يتدربوا في شركات متعلقة بهذه الصناعة. يعني مثلا يروح في الذهب والحلي بيتدرب في شركة ايجيبت جولد. وايجيبت جولد هيها اللي عملت شراكة مع وزارة التربية والتعليم، هي اللي انشأت المدرسة وهي اللي امدت المدرسة بالمعدات واصبح في شراكة. يقول له انا كايجيبت جولد احنا بس عشان موضوع اسامي الشركات دي تمام. انا اللي بقول لحضرتك يعني الفكرة في مجملها فكرة. أنا حتى فكرة الأسماء دي ده دول شركاء وطنيين مع الدولة ومؤسساتها ووزارتها. أنا مش شايف إن أنا لما أقول هذه الشركات اللي ضحت بفلوس وأرض ومعدات وإمكانيات إن أنا أديها حقها وتقديرها قدام المجتمع كله. ففكرة إن أنا ما بكلمش على شركات، لا ده مش شركات، ده مش يعني في النهاية دي شركات وطنية خدمت مصر فعلا عشان تخرج أيدي ماهرة لسوق العمل. وهي الشركات دي اللي هتاخد الطلبة بعد ما تتخرج. فإن كنت زمان بتخزن إن أنت تعليم فني، النهاردة أنت رافع راسك وهيبقى ليك سعر في السوق. ده بالعكس ده بعض الدول هتستفيد منك. ده كمان عاملين شراكات مع دول أخرى عشان تمنع لهؤلاء الطلاب شهادة مصرية وشهادة دولية. يجوز لي يشتغل في السوق المحلي ويجوز له اللي هو يتم الاستعانة به في بعض الدول الأخرى، لأن أنت عندك أيدي عاملة كثيفة. وهذه الدول كمان الشراكة اللي مع الدول الخارجية دي كمان بيبقى لها جزء في وضع التقييمات والامتحانات بالنسبة للطلبة عشان تتأكد من مستواه. عايز أقول لك احنا ضربنا يعني 3 عصافير بحجر، تعليم
وتدريب وتعيين. شوف الثلاثة اللي كل واحد بيحلم به في العملية التعليمية، هتعلم وبتدرب وبتعين. ده كان حلم كبير جدا. اي نعم لسه المدارس دي مش منتشرة بصورة كبيرة لانها مكلفة جدا، لكن نواه، لكن نواه بتحفز للمستقبل. بالظبط كده. نعم حساسا حضرتك، هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية استكمل حوار الشيق مع ضيف الكريم الاستاذ محمد الشرقاوي. معنى انه يؤجل الدراسه معنى انه بيخاف على اولادنا، ومعنى كده ان فيه قرارات حكوميه على مستوى اعلى بترعى مصالح الشعب ده وبيفكروا فينا مش ناسيننا. مش لازم ان انا انزل الكليه، مش لازم ان انا انزل، اقدر ان انا اتعامل مع الدرس اللي انا هدرسه او السيشن، اقدر ان انا اتعامل معاه عن بعد، عن طريق ابلكيشن او حاجه زي كده. حتى لو انا هقيم عن بعد كجزء نظري وهتعامل بعد كده في الفني او الجزء العملي، ان انا يكون ليا امتحان بعد كده، مفيش عندي اي مشكله. دوله عندنا من افضل دول عملت خطوات احترازيه استباقيه من اول ما جابت الرعايه المصريين من ولايه ووهان الصينيه، والحمد لله الدوله الحمد لله واخذه خطوات احترازيه من افضل دول العالم. اي حكومه في العالم لازم ان هي تتخذ القرار ده في ظل ان هي بتخاف على شعبها، على ابنائها، على اطفالها، على جيل المستقبل عموما. بشكر برضو الرئيس وزير التربيه والتعليم ورئيس مجلس الوزراء على قرار الحكيم ده اللي هو اتخذ في وقت مناسب جدا، لان كورونا بتنتشر بطريقه رهيبه. يعني الحقيقه الاستاذ محمد اضاف لنا في موضوع التعليم الفني يعني بعض المعلومات الهامه والتي تسعد المجتمع المصري بشكل كبير. الحقيقه هو المدارس المتخصصه في الحرف اللي موجوده واللي بتشتهر بها مصر منذ مئات بل الاف السنين، زي الخزف، زي الحلي، زي الصيد، زي دلوقتي برضو بيقول لي في الفاصل الاستاذ محمد ان هناك رؤيه لوزاره التربيه والتعليم متمثله في التعليم الفني، نائب الوزير للتعليم الفني الحقيقه الدكتور مجاهد، ان هو دلوقتي مصر زي ما انتم عارفين دوله كانت دوله مصنعه للنسيج، وعندنا الاقطان، وعندنا الحقيقه رقعه كبيره طبعا من شركات المحله، والرئيس مهتم جدا باعاده الصناعه دي وان احنا نحتل مكانتنا الحقيقيه فيها، وبالتالي قامت وزاره التربيه والتعليم عشان تخدم على فكرة الرئيس وعلى التعليم الفني بتعمل دلوقتي مدارس للنسيج. هي كانت موجودة وفيها تخصصات كبيرة موجودة، لكن الآلات والمعدات اللي فيها تهلكت طبعا. فاكتشفوا ان كل مدرسة مش عارف عايزة 5 مليون جنيه تقريبا عشان آلات ومعدات بس. ممكن القطاع الخاص يشارك في عملوا بقى كده، رجعوا للشركة القابضة للغاز والنسيج بالإضافة إلى القطاع الخاص. إن ما كناش حتى هنقدر نطور هذه المعدات، الطلبة دي تيجي تشتغل عندكم وتتدرب عندكم على المعدات الجديده. تمام. يعني حتى مش مجرد ان احنا نلاقي نظري وعملي ان دي مكلفه على الدوله في طول خاص مش هنطور، لا بدات تفكر طب الطلبه دي تتدرب على الات ومعدات يعني حديثه ازاي. قال لك خلاص نرجع للشركه القابضه، والشركه القابضه بتاع الغاز والنسيج عندها مجموعه من الشركات اللي فيها احدث الالات والمعدات في هذه الصناعه عشان ندرب الطلبه بتوعنا، وتبقى الالات والمعدات اللي موجوده في المدرسه لتعليم اساسيات الحرفه. هايل. هنتقل بحضرتك يا فندم لاهم القرارات تم اتخاذها من قبل بقى وزاره التعليم العالي. يعني طبعا اكيد طبعا هي استكمال لمرحله التعليم ما قبل الجميع، يعني هو مسار واحد ماشي عليه وزير التربيه والتعليم. الاساتذه بقى، الاساتذه الدكاتره احنا عرفنا المدرسين هيبقوا وضعهم، الاساتذه بقى اساتذه الجامعه طلبه التعليم الجامعي. عندنا النهارده برضو بيتم حتى اخلاء المدن الجامعيه من الطلبه، لان الطالب كان قاعد في المدينه الجامعيه عشان عنده بكره او طول الاسبوع عنده سكاشن ومحاضرات. بدانا نخلي المدن الجامعيه برضو بطريقه شيك جدا، مش يلا يا جماعه خروج احنا خلصنا في توقف في الحضور، واحده واحده بيخلوا كليه كليه او مبنى مبنى عشان ما يحصلش فيه ازدحام. الطلبه بتاع الجامعات قدامهم المنصه الالكترونيه الموحده مايكروسوفت، دي منصة كبيرة جدا يعني فيها أغلب المناهج المقررة على أغلب الكليات
في التعليم الجامعي، بالإضافة إلى كل جامعة، لأن الجامعات من زمان بتستثمر في فكرة موقع الجامعة والويب سايت بتاع الجامعة موجود في المحاضرات بتاع أغلب المعلمين. والتعليم عن بعد في التعليم الجامعي يعني سهل بعض الشيء، لأن الطلبة أصبح عندهم نضج وبتعاملوا مع الوسائل التكنولوجية بسهولة جدا دلوقتي. طب بالنسبة بقى للكليات العملية يا أستاذ محمد، وضعها إيه بقى؟ برضو ما فيش حضور، هو خلاص انتهت فكرة الحضور داخل الجامعات خالص تمام، أو داخل المدارس. برضو في حاجات تفاعلية عملتها الكليات منذ وجود جائحة كورونا، تفاعلية بتقوم بعض الشيء بفكرة العملي اللي كان الطالب هيدرسه داخل الكلية. وإحنا برضو بنتكلم، خلي بالك حضرتك، على فترة هتبقى فيها أجازة نص السنة، هيتفضل تقدير موقف من لجنة إدارة أزمة كورونا بعد 20 فبراير، وهتحدد بقى الجامعات والمدارس احنا هنستمر اونلاين ولا الطلبة هترجع تحضر في الجامعات والمدارس. حتى لما الطلبة كانت بتحضر في الجامعات والمدارس في الترم الاول كانوا بيحضروا برضو بالتناوب، ما كانش الحرم الجامعي كله بيخشوا في يوم واحد، وما كانش في المدارس الابتدائي والاعدادي والثانوي كلهم في يوم واحد، ده الابتدائي له ايام والاعدادي له ايام والثانوي له ايام عشان عملية التناوب ما بين الطلبة وعملية التباعد داخل الفصول. اذا مش عايز احكم على مصير العملية التعليمية، هو ايه مصيرها، استمر اونلاين ولا عودة، الا بعد ده تقييمه بعد 20 فبراير، بعد 20 فبراير من قبل لجنة ادارة ازمة كورونا المنوط بيها تحديد مستقبل هذا الشعب من في ظل هذه الجائحة. بترفع تقريرها للرئاسة، والرئيس بيجتمع مع الحكومة او بيدي توجيهاته، والحكومة بتجتمع مع بعض وبيتخذوا قرار ويتم اعلانه للرأي العام. لكن انا عندي ايمان قاطع ان الدولة المصرية في حال ان ادارة الازمة أزمة كورونا تقول إن في خطورة على عودة التعليم داخل الحرم الجامعي أو داخل أروقة المدارس، أنا مؤمن إن الرئيس والقيادة السياسية والحكومة ستعلي السلامة الصحية على العملية تماما، حرصا على صحة المواطنين المصريين. تمام يا فندم. طيب ده ممكن يعني الفترة اللي هي أقرتها الحكومة من يوم 16 ليوم 20، ممكن مثلا نشهد على سبيل المثال تطوير في المدارس مثلا، في البنية الأساسية، في المنشآت، في يعني دي فترة كويسة أعتقد، يعني مدة شهر أو 35 يوم. لو في أي مدرسة أو أي جامعة بتستثمر في بنيتها التكنولوجية أو بتعيد ترميم مبانيها مرة أخرى، في تقييم من قبل إدارة معينة داخل الوزارة بقى طبعاً. بتكتب تقاريرها طبعاً، بتنزل على المواقع بتشوف يا أستاذ محمد مثلا الأبنية التعليمية، يعني دي فترة ممكن تستغل برضه، ربما تكون فترة، وبالتأكيد لو في عملية ترميم توقفت عشان تواجد الطلبة داخل المدارس أو الجامعات هيستغل هذه الفترة في ترميم المباني دي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. حتى أن مصر النهاردة كل مشاريعها الاقتصادية والصناعية والزراعية ماشية بصورة سلسة جدا، ما توقفش النشاط الاقتصادي. نعم. مع ذلك الرئيس لما بيجي يعمل افتتاحات أو بينزل يوم الجمعة يبص على عدد من المشاريع سواء الطرق أو الكبار أو خلافه، بيروح ويلاقي كل العمالة منتظمة في أداء عملها، وبيأكد برضو سيادة الرئيس على الوضع الإجراءات الاحترازية في المقدمة. بالضبط. وبيناشد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو بيشوف بنفسه الإجراءات الاحترازية اللي متخذها الشركات اللي هي بتساهم في المشاريع القومية العملاقة اللي موجودة في مصر دلوقتي. يعني إذن الفترة دي من الممكن أن تكون فترة يعني إعادة النظر مرة ثانية في المباني المتهالكة لسرعة ترميمها وخلافه. الحقيقة أنا سعدت بوجودي مع حضرتك، وإضافة كبيرة وجودك معنا والله يا أستاذ محمد، يعني ده بيخص، لأن حضرتك بتتكلم في شأن بيخص كل أسرة مصرية، أسرتك وأسرتي وأسرة أي مواطن الحقيقة بيستفيد بوجود حضرتك معنا. ويعني أعزائي المشاهدين، نتمنى السلامة لكم ولأبنائكم ولأسركم والمصر كلها وللشعب المصري، وإن شاء الله ربنا يرفع هذه الغمة من على مصر ومن على العالم كله. وإحنا بنمر بتجربة لازم نتخطاها، وحنتخطاها بإذن الله. كل التوفيق والنجاح لأبنائنا في جميع المراحل التعليمية، ويعني إحنا مش زي ما قال الأستاذ محمد، مش عشان
عدم الحضور لكن العملية التعليمية مستمرة. الأستاذ محمد قال تعبير مهم جدا لازم نركز عليه، وتعبير ومصطلح بالفعل مصطلح شخص فاهم وتعبير علمي، ان الوزاره عملت عدم حضور لكن العمليه تعليق الحضور تعليق الضغط بالظبط، تعليق الحضور شتان ما بين الاثنين بالظبط شتان. في نهايه هذا اللقاء بتمنى لكم التوفيق ولابنائكم كل التوفيق والنجاح، وبشكر ضيفي الكريم اللي انا اتشرفت بوجودي معاه النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشرقاوي مسؤول ملف التعليم في روزا اليوسف، والاستاذ محمد مسؤول كده عن 30 مليون اسره في التعليم. شكرا لك يا استاذ حياتك حضرتك شرفتنا يا فندم، سعداء بوجود حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. اعزائي المشاهدين نهايه هذه الحلقه، ملتقانا يتجدد ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم ملفات، لكم مني ومن اسره البرنامج اطيب ورق المنى. كل عام انتم بخير.